سلام عليكم، تفضلوا. السعودية. السلام عليكم، عليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ شكرا لله رب العالمين، بارك الله فيك. يا سيدي الشيخ، أنا كنت عمري قبل مدة والحمد لله تشيعت. أي نعم. أي نعم والحمد لله، أهلي لسه ما تشيعوا، أنا أتابعك والحمد لله تشيعت رب العالمين، أهلي لسه ما تشيعوا. أحسنتم. فأريد منك يا شيخ سؤال، بس نعم. أريد أسماء الصحابة الذين وقفوا مع علي بن أبي طالب ضد عائشة في حرب الجمل. في حرب الجمل؟ بل معركة الجمل، أي. أي وأريد أن تدعي لي والله يوفقني. الله يستر عليك ويحفظك، الله يرعاك. بل الحمد لله أني تشيعت يا شيخ، والله كنا في ضلالة ولا في أحد نقتدي فيه للأسف. كيف تشيعت؟ ما هو قصتك؟ أنا كان عندي ميول من زمان أتابع بعض القنوات الشيعية بس ما كنت متشيع، فلما صرت أتابع قناتك وأتابعك وشفت الأدلة وشفت كلامك وحديث عن آل البيت، وهذا ما كنا نعلم به هنا بالسعودية، ولا أحد يعلمنا ولا أحد أحسنت يخبرنا، أحسنت. فقط الأحاديث يخبرونا حامل المسك ونافخ الكير، ولا كانوا يخبرونا عن شيء عن علي بن أبي طالب، ولا نعرف سلام الله حتى من هو العباس، لا نعرف والله العظيم إلا من قريب، أحسنت ولا أحسنت. زينب نعرف أنها بنت علي، والله العظيم لا نعرف، أحسنت. فنقتدي بمن؟ بن عمر وعائشة، ما كان عندهم شيء جيد لنقتدي له، وكنا في ضلالة. أحسنت، بارك الله فيك، الله يحفظك ويرعاك. أشكرك أخي الحمد لله العزيز. رب العالمين. بلي. أما السؤال الذي أنت سألته عنه وهو إن الصحابة الذين كانوا مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معركة الجمل، فهذا بلي أنا يجب علي أن أريكم الأسامي بالكتاب وبالسند، فإن شاء الله العزيز هذا إما في هذه الحلقة أما الحلقات الآتية، لأنه يجب أن يفكر وأن أنظر إلى كتاباتي أين وضعت ذلك بلي الأسامي، فأنا أقرأها عليكم. أشكرك أخي العزيز، جزاك الله خير، بارك الله بك، الله الله يحفظك يوفقك. ويرعاك. أشكرك.